عليكم حبايبي، كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك. ايجاد العذر للمسلم اخوك المسلم شيء راقي من الاخلاق، صح؟ تخيل مش شخص واحد، لا 2 مليون شخص انت بتدور لهم عذر. ممكن انت تكون منهم، ممكن انا اكون منهم. خلونا نشوف ايش المسألة. لحظة، انتشرت زي هذه الصور كثير متنوعة، وكل اي واحد حج يعرف ايش اللي بيصير في عرفة. شيء فظيع، اي واحد بيرمي بيه. ما ردود الفعل ما مستغربة، في اللي والله عمل شير للصورة وانه حاس انه في خطأ يا اخي في الصورة، في اللي لا وقف قال استنوا شوية. اللي قال استنوا شوية انا حصيت منهم ثلاثة واربع اعداد او انواع. اول واحد ايش قال؟ قال يا اخي حرام عليكم، 2 مليون شخص وتعبانين وجالسين فيها، ويا الله منطقة صغيرة وما ادري وحزن. طيب حبيبي، خلينا نقول انه 2 مليون شخص هذول من طبعهم النظافة، وانه كل واحد ينظف محله، هل حيصير هذا الشيء؟ المشكلة في حبيبي نتكلم عن عادة، عادة شيء متكرر يوميا، معناه في شيء غلط، معناه انه في شيء لازم يتصلح، معناه العادة هذه السيئة لازم تصير كويسة. يعني لو مليون من 2 مليون شخص هذول صلحوا عادتهم، صدقني ما تشوف هذا الشيء. كيف؟ طرق. بس لو يتذكروا كل واحد فيهم يتذكر ان الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة، واللي درسناه طول عمرنا والله ما يسووه. طبعا التذكر بالاستشعار، مش بس تذكر، يستشعر ايش اللي بيصير بعدين. ليش الرسول قال ده الشيء؟ مو فوضى. طيب نشوف الثاني ايش يقول. اللي أرسل زي هذه والله يسمح لي أقول له والله عيب، عيب إنك تغارم مسلمين يدعو الله في مشعر حرام بناس حقين خمور وسكار وجنون. وإذا عنده مقارنات يجيب لي مقارنات تانية لناس يعبدوا الله زي اللي بيعبدوا هنا المسلمين، ويعرفوا إنه هذا اللي سووه. والثالث، النوع الثالث يقول يا أخي أنتوا دوما تشوفوا العيوب وتنشروها، يا أخي أنتوا ناس سلبيين في المجتمع، يا أخي ليش تسووا كذا؟ طيب حبيبي اسمع، لما اشوف المحاسن واجلس انشرها هذا ما يصير رياء. المفروض محاسنك ينشرها غيرك عشان تعرف. طبعا مو معناه انه غلط انشر محاسني، بس اذا لقيت عيوب في المحاسن معناه انه العيوب هذه اول شيء اصلحها بعدين اشوف ايش اللي باقي. معناه انه ناس ينشروا العيوب معناه ما بينشروا المحاسن، بس دوما الشيء الشاذ الغريب هو اللي ينشر. مثلا زي هذه الصورة شوفوها، هذه من أروع الصور اللي نشرت عن الطواف، شيء رائع جدا. فنشرت زي ما نشر المقطع الأول اللي شفته، يعني عادي. العموم للجميع يا ناس، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء قال أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. إحنا مسلمين، إحنا مليار وشوية، مليار وربعمية ألف بصراحة قد الصين، معلش يعني الصين برضو مليار وربعمية ألف. نرجع في الكلام، مليار واربعمية ألف، يفترض إذا كان كل واحد حسيب على نفسه بدون ما يجلس ورقيب على نفسه، صح؟ ما يصير. يعني لو كل واحد بس شاف نفسه هو وركز على نفسه وحاول يحسن أخلاقه طول العام بحيث يصير عادة الأخلاق يصير كويس. أما ليش أنا وإنت ننشر المقطع؟ لأنه هذا المقطع العالم كله بيشوفه في التلفزيون، في أي محل، في الإنترنت. خلاص الزمن مو زي أول، ما في أحد يقدر يقول لك والله ما حد بيشوفك. لا يا حبيبي، العالم كله يشوفك، فإنت توقف على أخطائك أحسن ما أحد يجي يحشك من برا. فشوف خطأك وحاسب نفسك. لا يمكن شيء بدون حل، أي شيء له حل، فقط نجلس نفكر فيه. أنا مثلا أديك حل، اقتراح بسيط. يعني لو كل المشايخ اللي بيطلعوا في التلفزيون، أتكلم عن التلفزيون إعلاميين، ويتكلم عن الحلال والحرام مش سوي في الحج، أتكلموا عن هذه النقطة وأتوجه من إداراتهم إنه يقولوا هذا الشيء حتى في الحملات، صدقوني الناس يبغوا النصيحة، يبغوا اللي يوجههم، يبغوا اللي يقول لهم هذا الشيء كويس. الناس عاطفيين بطبعهم، لو قلت لهم إنه ترى أنت بتوسخ مكانك
الناس عاطفيين، فممكن توصل لهم بطريقة أو بأخرى بالعاطفة. ما أحب الغرامات، لكن في ممكن تفرض غرامات على فقط على الأقل إنه المخيمات. نفس كل واحد عنده مخيم، يا حبيبي ظبط مخيمك. نفكر فيها عاطفياً، عقلانياً، دينياً، رح نلقى إنه في غلط صار لازم تصلح، ومو لازم نوقف ونجيب عذر. قبل مننا ومنكم، ونلقى السنة الجاية أفضل، ونلقى حلول، لأنه هذه صورة المسلمين، وصورتي وصورتك، صورة جميع المسلمين. السلام عليكم.